السلام عليكم خوتي، اليوم راح نقدم لكم ان فيديو تكنيك على البرودوي فلوتر سمارت. بحكم اننا تلقينا بزاف تساؤلات واشكاليات من عند خوتنا لي بلومبي، لهذا قلنا نديروا ان فيديو خفيفه باش نحلوا هذه التساؤلات باذن الله. اولا راح نقوم بتفكيك واعاده تركيب البرودوي. بون نبداو. عندنا من تحت لي دو فيس هادو، كما على بالنا لي فيس اونينوكس 304. بون نلقاو لابارتي التحتانيه، عندنا لابول فلوتر هذه اللي تطلع مع المو. بون عندنا لابارتي الداخلانيه، نلقاو لو برا هذا اون بلاستيك فيه اون بارتي سيليكون. نحو لي كات فيس هادو، منا نروحو لابارتي مسؤولة على غلق وفتح الماء. نلقاو المومبران وتحتها كاين الروسور. ومن بعد يجي الكور الفوقاني اللي منه يجوز الماء، لا رونتري منا ولا سورتي لا سيترن منا، مع مراعاة اتجاه السهم بيان سور. دوكا نروحو إعادة تركيب الفلوتر. نبداو أولا بتركيب لو ريسول مع لا مومبران. أولا كاين ديرو منا صغير، وفي المونتاج مع لابارتي التحتانية لازم تكون لو ترو تاع الروسول يكون اون باراليل مع لو ترو لي جوز لابارتي التحتانيه هكذا، تكون بيان فيكسي. منها كي نروحو نمونطيوه مع لابارتي فوقانيه هذه، لازم يكون الدخله تاع الروسول ولا لو ترو لي راهو منا من الكوتي تاع لا رونتري تاع الفلوتر، كيما الفلتر لازم تكون من لا رونتري. كما نشير ان لي فيس لازم يكونوا بيان سيري، باسكو كي ما يكونوش بيان سيري ممكن يقدروا يديروا انفويت منه. دوكا نروحو نمونطيو لابول. بيان سور لازم تكون كاين انتيج من لابارتي الدخلانيه، لازم تدخل في لابول. هكذا نكونو كملنا مونتاج تاع فلوتر. ثانيا نروحو درك لا ميثود كونترول، يعني الفلوتر كيفاش يغلق ويفتح الماء. اولا كيما على بالنا يجب مراعاه اتجاه السهم، لا رونتري كيما على بالنا منا، اوكي فلتر فلتراسيون باش لي ديشي هذوك ما يدخلوش للداخل. هو لو برينسيپ تاعو كيفاش الماء كيجوز منا يلحق لهنا عند لا مومبران، يطبعها لتحتها هكذا،
باش يقدر يجوز منه هكذا يعمر سيتير لو برينسيپ هذا هو. دوكا نروحو لا ميثود كونترول كيفاش يغلق الماء وكيفاش يفتح. الماء كي يدخل منا كيما راكم تشوفوا هنايا لو ترو اللي حكينا عليه من قبل او دخل فيها شغل لو روسول هذاك عنده انتاج هي ترافيرسات هذاك لو ترو. منها الماء كيجي من الدوبي يطب على ممبران كيما قلنا ويجوز عند لا سيتير، ومنها يدخل بار لو ترو هذاك يجوز لا بارتي تحتانيه هذه كما راكم تشوفوا لا شومبر هذه يجوز منا، وكي يجوز منا منها يبدا يقطر من التحت يجوز منا الماء. كي مونطيو فلوتور تروماركيو بلي الفلوتور كي يكون يمشي يقطر من التحت باسكو الماء اللي كان يجوز منا يقطر من التحت. دوكا نروحو لا ميثود كونترول يعني كيفاش كي تكون تعمر لا سيتير راهي تتعمر تتعمر. كي يلحق البوله هذه البوله هذه اوتوماتيكمون تطلع. كي تطلع واش يصراها لو برا هذا يطلع كيف كيف، وكي يطلع كما قلنا فيها اون بارتي دو سيليكون هنايا لا بارتي دو سيليكون هذه واش دير تغلق لو ترو هذا. لو ترو هذا كي يغلق واش يصرا كما قلنا الدوبي اللي يجي منا او يجوز لا شومبر تحتانيه ومنها يجوز. دوكا الماء هذا اللي راهو يجوز منا لتحت ما عندوش وين يجوز واش يدير، لا بريسيون تاع الدوبي هي تعاود تابليكا على لا مومبران وتعاود تطلع للفوق هكذا يغلق الفلوتر. هذا هو لو برينسيپ اون جينيرال كيفاش يغلق الفلوتر. دوكا نروحو لا ميثود كيفاش يعاود يفتح الفلوتر. تو سامبلومون كي يهبط النيفو تاع لا سيتيرن اوتوماتيكمون لابول هذه الفلوتر يهبط، لو برا كيف كيف يهبط اوتوماتيكمون تتحل لو ترو هذا من تحتها. واش يصرى لا بريسيون اللي كانت ابليكي هنايا في لا شومبر هذه تعاود تليبيرا ولا مومبران تولي تعاود تحبط نورمال هكذا تزيد تعاود تعمر لا سيتير من جديد. دوكا نروحو لي بروبليم اللي يتسببوا في عدم فعاليه الفلوتر، وثاني لي فوس انستالاسيون اللي راهم يصرا كيما على بالنا كاع الماء تاعنا هو يجي مخلط بلي بافير تاع لي كالكير وتراب. بون هاد الضر برسك انستالاسيون تاع الدار كومبلي ضرب من لي ماشين ا لافي لي شوف بان مام الفلوتر اللي تري ديليكا مام هو يقدر يسبب لي كالكير ولا لي بافير يقدروا يسببوا دي بروبليم اللي ما يخلوش يخدم طري طري بيان. الخطا اللي بزاف نتلاقاو معاه واللي هو كاين اللي نحي لو فيلتر تاع لا رونتري. لو فيلتر تاع لا رونتري هذا مداير باش لي بافير هادوك باش ما يدخلوش الداخل اللي يقدروا يسببوا في العدم الفعاليه تاع الفلوتر. لي بافير كي يدخلوا واش يديروا لو ترو اللي حكينا عليه مقبل هنا اللي هو تدخل منه الماء ويجوز لتحتها اللي منها تسمى كيما نقولوا تعاود تطلع على مومبران تجوز عليه اون بافير ولا تتبوشه منها يتبوشه لو ترو هذا. واش يكري لنا بلي لا مومبران تكون توجور هابطه يعني الدوبي تاع الماء كي تجي لا بريسيون هذيك تحبط لا مومبران تجوز ديريكت يعني ما كانش الكونترول الماء اللي يجوز منها من تحت باش يعاود يغلق لا مومبران ما يجوش لتحت. علاش؟ باسكو اون بافير ولا تراب ولا حاجه تتبوشي هنايا ما تقدرش كونترولي هكذا يسبب لنا فيضان الخزان. هي من الاحسن مونتيو اون فيلتر سيبليمونتير يكون مونتي على برا هكذا باش تكون الانترفونسيون سهله مام هو ترونسبارون تسمى في كي تشوفوا بلي تعمر بلي كالكير ولي بافير هادوك ديمونتيه تنقيه تعاود ترجعو كيما كان يقعد الفلوتور يخدم ترتب. ومن الاخطاء الشائعه في الانستالاسيون ثاني كي يكون الفلوتور مونتي دو فاسون يكون مايل لازم يكون اون بيان دروا باش هكذا نقدروا نضمنوا لا فونكسيوناليتي تاع لو برودوي. الخطا الثاني ثاني هو لو برودوي فلوتور توجور مي دوزونا اللي يتمونطا داخل وبرا سيتيرنا. لو فلوتور لازم يكون على مستوى نيفو تاع لا سيتير ما يكونش طالع عليها هكذا يقدر ينكري امبريسيون انتيريور تولي عليه من لا بارتي كيما على بالنا عنده اون تيوب اون باراليل مع لا سيتير اللي منه يطلع النيفو تاع الماء كيلحق لو فلوتور باش يغلق. لا بريسيون هذيك تولي من تحت
اوتوماتيكمون ما كاش ايتونشيتي كما على بالنا ما كاش ايتونشيتي لا بارتي التحتانيه تاع لو فلوتور واش يدير لا بريسيون هذيك تعاود تولي على الفلوتور من التحت ويبدا يريفولي من الفوق. هكذا لازم ما يكونش طالع فوق سيترنا، لازم يكون النيفو مع لا سيتر. وفي الاخير كي تمونتي فلوتور بروفاكس راح تستفاد بعده مزايا. اولا راح يعمر لك لا سيتر حتى للفوق، ما يخليلكش ان انترفال بارابور لي زوتر فلوتور. ثاني حاجه على بالنا مخدوم لا ماتير بلاستيك، اولا ما تصدى، ثاني حاجه الكالكير ما يتحجرش فيها، وثالث حاجه ريزيست لي كونديسيون اكستيريور.